نظم العشرات من أصحاب المخابز والأفران وقفة أمام مبنى ديوان عام محافظة إبه احتجاجاً على انقطاع مخصصهم من مادة الديزل. وأعلن أصحاب المخابز أنه سيتم إغلاق جميع المخابز والأفران في المحافظة الجمعة في حال عدم صرف مخصصاتهم من مادة الديزل الذي بلغ سعر 20 لتراً منها في السوق السوداء أكثر من 20,000 ريال. نناشدكم جميعا من هذا المنبر ومن خلال هذه الوقفة الاحتجاجية من قبل أصحاب الأفران والمخابز الآلية والمتوسطة والعادية التي أصبحت تفتقر لمادة الديزل بالوقت الذي لهم مخصص معتمد لكل فران في المدينة والمديريات والمتابعات المستمرة، وقد سبق الرفع بعدة مذكرات للجهات ذات العلاقة وبالذات فرع شركة النفط بالمحافظة، ولم نجد حل لتلك المعضلة التي أنهكت الفرانين. نعاني من شحات مواد الديزل والدقيق في هذه الأيام، وقد اضطرينا للتوقف، واجتمعنا أمس في تاريخ 13/5 لمناقشة هذا الموضوع لشحات مادة الديزل وتوفرها بالسوق السوداء بما يقارب من 20,000 للدبة الواحدة 20 لتر. ولهذا السبب فإن الفران جميعها مضطرة لكي توقف العمل وإنتاج الخبز والدقيق، وسيعاني الشعب مجاعة كبيرة لهذا السبب.